تتوقع مصالح الديوان الوطني للارصاد الجويه تغيرا جذري في حاله الطقس بدايه من يوم غد الاربعاء وحسب نماذج لمصالح الارصاد الجويه تشهد الولايات الشماليه امطار رعديه غزيره وتراجع في درجات الحراره وهبوب رياح قويه وهذا بدايه من يوم غد الاربعاء وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن كل الأجواء مغشاة جزئيا مع تساقط أمطار رعدية على الولايات الشمالية خاصة الوسطى والداخلية الغربية وتتعدى 30 ملمتر محليا والولايات المعنية هي الجزائر العاصمة والبليدة والبويرة وسطيف قسنطينة